ذكر أهل العلم أن رجلا كان يعمل خبازا، رأى في منامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا فلان، أي الخباز، أخبر فلان أنه في الجنة. هذا الفلان الآخر وظيفته كان يبيع اللحم، قال له أخبره أنه في الجنة. استيقظ الرجل لم يكترث بالمنام شيئا، فرأى في اليوم التالي النبي عليه الصلاة والسلام وقال أخبره أنه في الجنة. فذهب الرجل في الصباح وقال له رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبرني أن أوصل لك رسالة، لكني أقسم بالله أني لن أخبرك القصة أو المنام حتى تخبرني ما أرجى عمل فعلته أنت في إسلامك. ما معنى أرجى عمل؟ يعني أعظم عمل. قال الرجل والله لا أخبرك. قال إذن لا تسمع المنام. أصبح في الرجل ماذا؟ ها؟ فضول. فقال تعالى سأخبرك لكن أن تعاهدني على أن لا تخبر أحدا. قال أعاهدك. ما الذي جرى؟ لتعلم ما معنى الإحسان. الإحسان أن تكافئ المذنب، الإحسان أن تكافئ المذنب. فقال له تزوجت بامرأة فثبت لي أنها حامل، وكانت حامل في الشهر الرابع من زواجي لها. فإذا لما في الشهر الرابع ستلد في أي شهر؟ في الخامس. سيظهر أنه ماذا؟ زنا، وأنه تزوج بزانية. قال فعلمت أنها حامل فأردت الله أن أستر عليها، فقلت لها ابقيها هنا حتى تضعي حملك. فبقيت في منزله حتى وضعت حملها، ثم أخذ الطفل بعدما وضعت وبقي ينظر الناس وهم يذهبون للمسجد في صلاة الفجر. فلما دخل الناس للفجر في الصلاة كان آخر من دخل للمسجد، فوضع الطفل الذي وضعته من الزنا على باب المسجد ودخل للمسجد وصلى الفجر. الناس عند الخروج وجدوا ماذا؟ جبة فيها ماذا؟ طفل، فاجتمعوا عليه. فجاء هذا اللحام الرجل فقال ما بكم؟ على ماذا تجتمعون؟ قال نجتمع على طفل. فنظر، قال الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ابن زنا، أعطوني إياه أكفل. انظر إلى أين، هو يعلم هذا من مين، لكن أراد أن يستر على الفتاة وأن يكفل غلام. قال هذا الذي صنعته. لهذا ما معنى الإحسان والله يحب المحسنين؟ أنه إذا أنت رأيت أن رجل وقع في ذنب أن تكافئه بسترك عليه، أن تكافئه بإحسانك له. هذا هو الأصل في المسلم. الله عز وجل لا يحب من يتتبع العورات، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في عقر داره.